بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد يا رب. النهارده عندي صنفين حلوين قوي لاطفالنا ودايما بيطلبوا مننا، اللي هي المولتون كيك او كيكة الفولكانو بالشوكولاتة. هي زي ما اتفقنا انها بتتعمل ممكن وبتتحط في الفريزر وبتخش الميكرويف، لكن احنا هنشوف مقاديرها ايه وازاي نعملها سوا فوري. بتنزل جنب الايس كريم. عندي بعد كده نوع كيكة كده بتتباع برضو في المحلات او في الكشاك، محشية كريمة او محشية مربع، هنشوفها وغير الرولز حاجة تانية برضو لاولادنا. هننزل بمقادير المولتون كيك الاول استاذتنا الغالية، ونبدأ بعد كده نشتغل ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه؟ المقادير بتاعتنا واحدة واحدة كده عبارة عن 100، ودي المقادير يعني يا جماعة ان شاء الله تطلع معاكم ان شاء الله زي الفل فيها. 170 جرام شوكولاتة خام، 110 جرام زبدة، نص معلقة صغيرة من القرفة، 40 جرام من الدقيق، يعني في حدود معلقتين كبار، معلقتين ونص كبار كده، 100 جرام سكر بودرة، 3 بيض، والفانيليا بتاعتنا. المولتون كيك اكتبوا بس المقادير دي، ضروري جدا جدا عشان انتوا زعلانين ان في حاجات اتمسحت من على اليوتيوب. واحدة واحدة كده، المولتون كيك من الكيكات الحلوة جدا الغالية جدا اللي دايما بتنزل في الكافيهات. 170 جرام شوكولاتة خام، 110 جرام زبدة، نص معلقة صغيرة من القرفة، 40 جرام دقيق، 100 جرام سكر بودرة، 3 بيض، والفانيليا. نرجع تاني كده أستاذنا العبقري ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه وهتعمل ايه معانا. يلا بينا يلا بينا. الموضوع ده مش محتاج مني ولا خلاط ولا عجان ولا مضرب، موضوع بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه خالص. هركز مع بعض ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه طبعا بحط الشوكولاته عندي بتسيح على حمام مائي بالشكل دوت، وبعدين نقوم حاطين الزبده تسيح عندي كده، ونبقى حذرين جدا ان الزبده ما تتحرقش، ان الزبده ما تتحرقش، يا دوبك تسيح معايا كده، ادي الزبده اهي. وبعدين 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 واحدة واحدة كده وعلى مهلنا خالص. بيكون عندي هي ليها قوالب معينة، لكن زي ما اتفقنا ان اي قوالب احنا بقينا نستبدلها ونحط الكوبايات الفويل اللي موجودة عندنا او بتتباع، يعني يمكن ال 13 ولا ال 15 بتمن قليل جدا، مش هيكلفنا ابدا. ويكون عندي كاكاو او دقيق، يعني لو ما عنديش كاكاو اقدر احط دقيق. ضروري جدا ان انا اغلف القالب دوت يا بالدقيق والزبده او الزيت اللي موجود عندي، يا اما بالدقيق. هو لو كان بالكاكاو بره بيحطها بالكاكاو بتبقى افضل. ادي عندي هي حطيت زيت او زبده اللي موجود عندي، الحاجه اللي متواجده عندي. ونجيب مع بعض كده، هات لي معلقه نحط الكاكاو. واحدة واحدة كده وعلى مهلنا خالص خالص. وادي المعلقة هيت او الشوكة، وادي كاكاو. شوية دولت شوية الكاكاو دولت يعملوا لي في حدود 10 وحدات اهو، ونبدرها كده بالكاكاو، ونبدأ نحط في كوباية تانية من الفويل. شايفين الدنيا ونفط كويس جدا، ادتني الشكل ده اهو كده، اضمن انها مش هتلزق معايا، واضمن ان الحاجه هتطلع مظبوطه وما تتكسرش معايا. شفت عامله ازاي؟ ايه الاخبار؟ امرها سهل كده، امرها سهل كده. بيكون عندي الكوبايات بالعدد كده اللي هو المفروض هيبقى معايا. الكيكه دي بتستوي بالظبط 10 دقائق في الفرن، من 10 ل 12 دقيقه تبع نوعيه الفرن عندي. مش كل فرن يا جماعه بيبقى زي التاني، في افران بتبقى مخصصة لحاجة زي كده، معروف ان هي 10 دقايق ولازم يفصل عنها. وفي افران زي عندكم في البيت كده تقريبا 80% عنده الافران اللي هي مش هيعرف يتحكم فيها كويس قوي، فبنديها في حدود 10 دقايق. انا عايز الكفر الخارجي بس هو اللي بيستوي. نرجع تاني نبص على الزبدة كده ابتدت تسيح معايا، وادي الشوكولاتة ساحت معايا، بس الزبدة نستناها لما تسيح. ادي الشوكولاتة عندي حيت، ونسيب الزبده تسيح عندنا. وبعدين هنبتدي نجيب اي بوله ستانلس بالشكل ده، وادي البيض، 3 بيض،
وادي السكر وادي الفانيليا، واحده واحده كده، وهنبدا نشتغل ممكن بمعلقه او بمضرب يدوي، ممكن معلقه سيليكون او بمضرب يدوي. هنبدا نخفق الكلام ده كده لغايه ما الزبده عندي تبدا تسيح. مش مشترط باي نوع زبده، يعني انا ما بشترطش على حضراتكم اي نوع زبده من اللي موجود. وبعدين ست مصراء اهلا بيكي واهل اسكندريه حبايبنا. حضرتك ربنا يديك الصحه والعافيه. الله يخليك يا ست كل. وتسلم ايدك يا ست محمود على كل اللي انت بتعمله. الله يكرمك يا ست كل. والله يا ست محمود انا اتعلمت من حضرتك كتير. الله يكرمك، ربنا ما يحرمك من ذوقك. ربنا يديك الصحه والعافيه. الله يخليك يا ست كل. ويبارك لك في مدام حنان يا رب. الله يكرمك، الله يكرمك يا ست كل. تعيش يا ست محمود. شيخ محمود أنا ممكن أسألك سؤال؟ سعادتك تأمري أمر طبعا. إلهي يبارك لك، أنا عايزة بعد ما أقفل مع حضرتك يبقى تنزل لي القرص الطرية، ماشي؟ حاضر، هقول لك على مقدر. وممكن يا شيخ محمود أعمل إهداء؟ أه طبعا طبعا. إلهي يبارك لك يا رب، إلهي يبارك لك وشكرا على ذوقك. الله يكرمك. ربنا يديك الصحة والعافية. الله يخليك يا رب، تسلميلي. أنا بعمل إهداء لبنت ميار غانم، بقول لها كل سنة وأنت بألف خير يا رب. وقبل 100 سنة. كل سنة وهي بخير، عيد ميلادها؟ اه ميار غانم، ميار غانم. ميار غانم، عيد ميلادها كام؟ عيد ميلادها نقول السنة يعني ولا ايه؟ هو يعني ايه المشكلة؟ هو اعلان؟ 24 سنة، 24 سنة. طب بسم الله ما شاء الله، يا رب يبقوا 240 سنة وأكتر كمان. ربنا يبارك لك يا شيخ محمود يا رب. الله يكرمك، الله يكرمك يا رب، تسلميلي. ربنا يكرمك ويحفظك يا رب ويبارك لي في عمرك ويخليها لك يا رب. هنحط القرفة على دي كده. يبقى انا اول حاجة ضربت الايه؟ ضربت ايه؟ السكر مع الفانيليا مع البيض. ما استخدمتش ولا خلاط ولا عجان ولا اي حاجة. الزبدة عندي بتبدأ تسيح كده. عايز استخدم زبدة نيوزيلندي، زبدة بلدي، الزبدة اللي موجودة في السوق، مفيش اي مشاكل ابدا. وبعدين يبقى ادي البيض مع السكر بالشكل ده كده، وهنبدأ نشوف الدنيا فيها ايه مع بعض. بعد ما الزبده تسيح ببتدي ان انا انزل بالشوكولاته مع الزبده بالشكل ده. خلاص الزبده ساحت تماما اهيت. ممكن اسيحها على حمام مائي مفيش اي مشاكل. وادي الزبده عندي، يبقى ادي الزبده سايحه والشوكولاته. هنبدا عن طريق، ضروري جدا يبقى عندنا معلقه سيليكون عشان بيجيب كل حاجه. المعلقه الالومنيا هتنقص لي كميه من الشوكولاته. اقفل النار هنا الاول كده، وادي الشوكولاته اهيت. بالنسبه للقرص الطريه قلنا 100 جرام او ربع كيلو من الزبده، ربع كيلو لبن رايب او لبن عادي خال او ميه تبع امكانيات حضرتك، معلقه كبيره خميره او 20 جرام خميره او 60 جرام خميره افران، معلقتين كبار سكر، معلقه صغيره ملح. بنضرب الكلام ده كله مع بعضه. الكلام ده هياخد مني تقريبا في حدود كيلو دقيق. ننقص منه بس 50 جرام، احتجتهم ما احتجتهمش خلاص. يبقى ادي الزبده على الشوكولاته. ها ايه الاخبار؟ قلبنا الزبده على الشوكولاته بالشكل ده. خلاص حلو كده. وبعدين خلاص هنشيل الزبده والشوكولاته كده ونبدا ننزل بيهم على البيض والسكر والفانيليا بالشكل ده كده. اهو هنبدا نقلب الكلام ده كده مع بعض. شفتوا بقى طريقتها سهله ازاي؟ اهو ولا استخدمت عجان ولا استخدمت مضرب ولا استخدمت خلاط ولا اي حاجه. هات لي بقى معلقتين الدقيق مع القرفه كده شفنا، وادي معلقتين الدقيق مع القرفه بالشكل ده. وابدا قلب لي كده الخليط اللي عندي بالشكل ده اهو، ولا محتاج فوم ولا اي حاجه، ومع ذلك بتترفع في الفرن اهو. وده بيختلف عن الفادج يا جماعه، الفادج حاجه تانية خالص اهو. بالشكل ونبدا ناخد الكلام دوت عشان نصبه. نصب في حدود نص الكاب اللي عندي اللي هو الفويل، وممكن تلات ارباعه، وممكن تلات ارباعه.
لان هو مش هيترفع يعني فوق قوي، هو لو واخد عندي ماده رفع ولا بيكنج باودر ولا بيكربونات هنا. تعالى لي كده وتعالى لي كده، يلا بينا هنا تعالى. بنبدا نجيب الكلام ده بره هنا كده عن الصينيه عشان لما ابدا اصب ما يسقطش على الصينيه عندي. نقلب تقليبه اخيره كده ونبدا ننزل كده وكده بالشكل ده. يا مدام هدى اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اولا تسلمي ايدك يا شيف والله على الحاجات الحلوه دي. الله يسلم لي عمرك يا ست الكل، تسلمي لي. الله يخليك لينا يا رب. تحت امرك. معلش هو طلبت منك طلب قبل كده قلت لي هعمله وللاسف يعني مش عارفه ليه ما عملتوش. طب قولي لي بس عليه وانا اقول لك ايه. ان شاء الله. وكانت طلبت من حضرتك بسكوت اللي هي بسكوت بسكوتين شوكولاته منهم كريمه. اللي هو الويفر ولا؟ لا لا اقوله غير. ايوه. طيب هقول لك ليه بقى، ليه ما عملتوش؟ انا عشان اعمله انا محتاج ان انا مثلا يومها اعمل حلقه بسكوتات، حلو؟ فانا منتظر بس شويه لان طبعا لسه خارجين من جو بسكوتات جامد وبتفورات، وابتدي ان انا اعمله مع بسكوت برضه اوله حرف ب. كان طلب مننا ومشاهده غاليه زي سعادتك كده والله، وزعلانه مني جدا. فان شاء الله باذن الله على وعد، انا مش بقصر والله. يا لم الله انتوا عندي غاليين قد ايه، ولكن هعمله لسعادتك. حاضر عينيا. ولا تزعلي ولا حاجه تزعلك ابدا. ادي كده انا لقيت كوبايه فيها كاكاو زياده شويه فقمت منفضها. الخليط كده جاهز قدامي. نبص على الساعه بتاعتنا ونبدا ندخل الكلام دوت فين؟ الفرن. درجه حراره 180 درجه حراره. اي حاجه يا جماعه معظمها 180 هي اظبط درجه حراره، ما عدا بعض البسكوتات بتاخد 160. اتفقنا ان في حاجه بتاخد 150 زي البقسماط. هدخل الكلام ده الفرن ونشوف مع بعض الدنيا في ايه. يلا بينا يلا بينا. دخلنا المولتو، اول ما نطلع بنخبطها، بتنزل ان شاء الله الشوكولاته. وارد مع بعض الناس وممكن معايا ان انا انساها شويه في الفرن ايه اللي بيحصل، او ازود عليها سوا اقول دي لسه نيه، اجي اخبطها هي استوت من جوه خلاص والشوكولاته كمان استوت من جوه. عشان كده بنقول 10 دقايق. يبقى الموضوع موضوع سوا هنا، موضوع تركيز، موضوع مقادير. وارد دي يكون كتير مني شويه فبالتالي تمسك معايا. فالمقادير دي باذن الله متجربه ومظبوطه بفضل الله اذا ربنا سبحانه وتعالى اراد للخير. هنطلع الفاصل دلوقتي، نرجع بعد الفاصل نخفق الكيكه بتاعتنا بتاعت المحلات ونشوف الدنيا فيها ايه، وازاي نحشيها كريمه وازاي نحشيها مربى، وممكن نديها مروار نلمعها. فاصل وعود لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل عملنا المولتون طبعا ودخلناه الفرن وشفنا من غير خلاط من غير مضرب من غير عجان، اشتغلنا وشفنا طريقته سهله. بسيح الزبده وبسيح الشوكولاته. الشوكولاته تسيح يا جماعه على حمام ميه لان انا عايزها خام. لو خدت سنه ميه او سنه لبن هتقفش وتتحول، ما تاخد بقيه مقاديرها لجناش. بحط الزبده على الشوكولاته، بحط البيض على الفانيليا على السكر البودره اللي هو ال 100 جرام سكر بودره، 3 بيض. بقلب كويس قوي، بقلب الشوكولاته مع الزبده، بضيف ده على ده، بنزل بمعلقتين كبار دقيق مع ربع معلقه صغيره من قرفه. بيخش الفرن عندي درجه حراره 180، يكون شغال الفرن ياخد معايا بالظبط 10 دقائق مش اكتر. بيطلع تلاقوا كده عامل زي الايه؟ جيلي. سيبه شويه ابدا اغرفه ويطلع معايا زي الفل ان شاء الله. هننزل بمقادير الكيكه كده عشان نلحق نسويها ونلحق نديها كريمه ونلحق نديها مربى زي ما اتفقنا مطلوب. في عندي ال السيليكون وفي عندي ديت كده، دي موجوده، دي بقت موجوده في الاسواق كتير قوي لو حبينا نعملها لاولادنا. هننزل المقادير بتاعتنا كده ونشوف مع بعض الدنيا فيها وتعمل معانا ايه. عباره عن عندي هنا هنعمل الكيكه ديت بصوره ثانيه خالص، وممكن نعملها بالصوره اللي انا قلتها لكم قبل كده اللي هي عباره عن 4 بيض، 100 جرام سكر، 100 جرام دقيق، 25 جرام نشا، ربع معلقه صغيره فانيليا. ادي مع ونص معلقه صغيره بيكنج باودر. ادي والنشا والبيكنج باودر مع بعض، بضرب البيض مع ال 100 جرام سكر مع الفانيليا، وانزل بالدقيق والنشا والبيكنج باودر. هنا بنعملها بخمسه بيض واحده واحده كده
معلقه صغيره محسن فانيليا ربع معلقه صغيره، 140 جرام من السكر، 50 جرام دقيق، معلقتين كبار من الميه. المرحله الثانيه زي ما اتفقنا 180 جرام من الدقيق، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقتين كبار من الميه. الحشوه بتاعتنا كريمه او مربى، ومش عايزين ننسى المولتون جوه في الفرن. تعال بينا كده نرجع كده مخرجنا العبقري، ونرجع نروح نبص على الفرن بصه كده، احنا مش خسرانين اي حاجه، لا الخليط بيهبط ولا اي حاجه. ابتدى يترفع عندي. ها ايه الاخبار كده؟ ابص عليه بصه كده، يعني عايزين دقيقه واحده بس، دقيقه ونقوم مطلعينه على طول. نحط الخليط بتاعنا كده يتضرب، وبعد كده اروح اطلع المولتون كيك ان شاء الله. ادي كده عندي، ادي البيض 5، وادي السكر بالشكل ده، وبعدين ادي الفانيليا، ما نكترش الفانيليا عشان الخليط عندي ما يمررش. يبقى كده 3 4، احنا قلنا 6 حاجات، 5، وادي معلقتين الميه 6. هيفضل لي 3 حاجات، معلقتين ميه، وادي البيكنج باودر قد ايه، يبقى هيتفضل لي حاجتين 2 بس. يلا بينا، يلا بينا هنخفق الكلام دوت. المحسن بيخليه يقفش معايا، والصعب استحاله يهبط، استحاله يهبط. ممكن بالمضرب اليدوي العادي خالص، ممكن بالمضرب اليدوي. يلا بينا نطلع المولتون كده ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. تعالى لي كده شفنا بالشكل، ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. واحده واحده كده هتلاقوا الدنيا معاكم زي الفل. طلع المولتون كيك اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت، وانا غرفه على طول، المفروض يتغرف على طول، بس نديله فرصه بس يرتاح شويه. بيكون عندي كيس معايا دوت، ده بيتباع استعمال مره واحده، او يكون عندي كيس من بتاع المدارس اقدر ان انا استخدمه عشان ابتدي اصب بيه في القالب. ما عنديش القالب ده، مش عندي. بعمل برضه كوبايات من الفرن زي ديت. وبعدين اكلنا ده هنا كده شفنا، ادي دي وادي الميه، نسلكها تسليكه بسيطه كده. ايه مش لازم، تمام. ها اتقلب كده بسهوله، خلاص مش اكتر من كده. تمام، عشان ما نحورش واحنا بتستعمل. انا الربع كده، وبص عليها بقى براحتك. ناخد كمان واحدة وبراحتنا. دي ما حاولتش انا اسلكها اهو. نفس القصة. قوم جايين بالسكينه كده، يا بدر عبدان اهو، فولكانو، عشان كده سموه كيك الفولكانو، خلاص؟ والشكل موضوع ابسط منه، ومفيش وما استخدمناش اي حاجه.
زي ما قلنا ما استخدمناش اي اجهزه. تعالى بقى نسلك هنا دول كده وبنضرب الكيك مع بعض وادينا بنلعب بنتسلى. هاتنا مناديل الاول ننشف هنا كده بالشكل. تسليكه بسيطة بس هي مش محتاجة يعني. بص عليها كده. بتتغرف جنب بولة الايس كريم. اما بعملها بقى ايه في المطاعم او الكافيهات بيعملوها ويحطوها في الفريزر، قطعه تتحط في الميكروويف وتنزل جنب الايس كريم. ايه الاخبار؟ سهله سهله ان شاء الله جدا. هاتلنا ده كده وهاتلنا اخر واحده بالمره. وقالت مكيكه لازم البيض يعلى معايا بتقوم مضروبه كده. خلص الموضوع بتاع العرض. سهله سهله جدا ان شاء الله. هنبص على البيض كده عفوا. طبعا سلام يا لذيذ يا رايق. سلام عليك يا اماني. احلى حاجه فيك يا اماني انك بتكملي النقط. انت شويه الملح اللي على الاكل يا اماني. سلام. هنكمل كده ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. خلاص بقى خلصنا بيكنج باودر والفانيليا. ابتدى الخليط يعلى عندي بالشكل ده. بيكون عندي الحشو اما مربى فراولة أو كريمة. الكريمة بخفقها وأدخلها التلاجة. مش عايز كتير. ضروري جدا لما أخفق الكريمة وأدخلها التلاجة، الكريمة خدت مني فوم. فأنا بدخلها التبريد ضروري لما تطلع أبتدي أضربها بمعلقة كده. أخرج كل الهواء اللي فيها. أهي. وأشتغل على طول. دي عبارة انا حطيت 100 جرام كريم خام، خدوا مني في حدود 50 جرام سكر، خدوا مني في حدود 50 جرام كريم باتسري، خدوا مني في حدود ربع كيلو مية. ونجيب الحشو بتاعنا كده. هنبدأ نهدي السرعة وأنا مش خايف من أي حاجة لأن عندي محسن. وأبتدي أنزل بالدقيق مرة واحدة واحدة واحدة، مفيش أي مشاكل. وادي معلقتين مية. خلصت القصة بتاعتي في الاسبونج. هنا القالب ده انا ما عنديش الا واحد. هيفيد مني اسيبه وادخل تاني بعد ما يخرج، افضي الحاجة وادخل تاني. طب ادي القالب اهو عندنا. اللي يشوفه يقول عليه تفال، هو مش تفال. دهنتوا اي مادة دهنية واديته دقيق عشان تخلق معايا في منتهى السهولة، ما تتجرحش. ما تتجرحش في الفك. تمام؟ تمام يا شيخ. هنا أنا حاطط محسن، ده الفرق بين المحسن. تمام؟ تمام. كتير قوي، وده اللي احنا كنا بنناقشه امبارح في أحد الندوات. يقول لك المحسن غلط وخطر. المحسن تستخدمه مرة واحدة وترمي العلبة. فدايما أنا مش هتكلم، لكن السادة طبعا، في سادة حلوانية في مصر ورفعوا اسم مصر جامد، هم اللي يردوا وهم اللي يكلموا. مفيش حاجة اسمها أجيب العبوة وأخد منها معلقة وأقوم رامي الباقي. مفيش حاجة اسمها إن المحسن لو كان غلط أو خطر أنا عمري ما هستخدمه ليكم. دي حاجات مصرح بيها وبنقدر نشتغل بيها. بصوا الكمية بقت قد إيه؟ عايز اعمل تورتايه بقى الاخت اللي قالت على تورتايه من نفس الخمسه بيض دول. بحاول ان انا اجيب من تحت لفوق كده عشان ما يبقاش عندي دقيق خالص.
ونبدأ نجيب الكيس بتاعنا، سواء كيس زي ده أو قلنا كيس اللي هو بتاع المدارس بتاع الأولاد، المهم إن يبقى كيس نظيف ونبدأ نعبي كده. بصوا أنا ماسك الكيس إزاي عشان أهم حاجة الحلواني أو ست البيت الجميلة الشاطرة ما تبهدلش روحها. أنا دخلت كيس بالشكل ده وأبدأ، الكيس مقفول ما فتحتوش عشان ما لاقيش الرخامة غرقت والأرضية، ما لاقيش الرخامة عمال يسقط والرخامة، ما افتحش الكيس دلوقتي خالص. الكيس انا مش هفتحه دلوقتي خالص. طب ما يا شيف محمود ما انا مصب وادخل الكلام ده الفرن هيفيض، الكمية كبيرة شوية، حطوها على طبق ولما اجي اشيل اشيل بايه؟ بفن شوية. هنقوم قافلين الكيس كده، مش هقفله اربطه بقى لاني محتاج اعبي تاني، انا عندي عبوات، عندي هنا يعمل لي تاني، عندي يعمل لي دول قد ايه؟ 8 2 4 6 8 يعمل لي 16. وهنبدا نقوم فاتحين الكيس كده وانا في امان اهو، ونملى نص القالب، ما عنديش القالب ده بحط الايه؟ برافو عليكم، بجيب اللي هو اللي انا عملت فيه المولتون دلوقتي، ادي نص القالب اهو، واهو دهنته ماده دهنيه واديته دقيق. الفرن يكون سخن عندي درجه حراره 180، ده ممكن يعمل لي اكتر من 8 كمان، يعني ادي 8 و8 16 16 و4 20، حلوين قوي. تعالى لي كده واه، هات لي الكيس هنا دلوقتي حطه لي على الصينيه ديت. وضروري جدا قبل ما ادخل الفرن ضروري تلاحظوا ان في قطعه وقعت مني هنا، منها هتبقى صعب تنزيل القطعه دي لانها لازقه من فوق، ومنه هتحرق لي الصاج من فوق اهو، بقى الصاج كله نضيف من فوق، عشان كده انا بقول لكم صبوا بكيس، مفيش اي حاجه عالقه بالصاج من فوق، فبالتالي الصاج او الاسطمبه ديت بتفضل نظيفه بالشكل دوت ما عليهاش حروق، والصبه بتاعتي نظيفه وقد بعضها. يبقى احنا بنعمل ايه؟ ما بصبش كده بالمعلقه او امسك المعلقه السيليكون واقعد احط والاقي ده كله ملطلط. ما تزعلوش مني في كلمه ملطلط يعني، بس احنا فاهمين بعض. لا، الحاجه شكلها نضيف كده، فرن يكون شغال عندي درجه حراره 180، بروح ادخل الكلام ده فيه بالشكل ده واسيب الكلام ده يستوي عندي. في ستامبا بتبقى مخصوص وزي بتاع بره بالظبط، كنت عملت لكم بيها قبل كده. قبل ما اخد الفاصل بتاعنا، هنقول عملنا ايه مع المولتو. المولتو ده بتغرف جنب الايس كريم، ضروري جدا الفنانه من السيدات العظماء زي ما اتفقنا، مش مصريين بس، مصريين وعرب واي حد ممكن يكون بسيط بيتابعني، ان انا بحط 100 جرام سكر بودره على 3 بيض. الساده الموظفين، مع ان النهارده اجازه، رشه فانيليا بضرب الكلام ده بالمضرب، 170 جرام من الشوكولاته الخام، 110 جرام زبده، بيسيحوا الاثنين بضيفهم على بعض وبقلبهم، باخد الزبده والشوكولاته اضيفهم على السكر. مين معايا؟ باخد السكر بضيفهم على السكر والبيض وابتدي اقلب، بنزل بيه 40 جرام من الدقيق او معلقتين كبار من الدقيق، عليهم ربع معلقه صغيره قرفه، مش اختياري، القرفه اختياري، بس اهم حاجه ان انا ببدر الاول المعلقه السيليكون بالزبده او زيت او اي ماده دهنيه موجوده عندي مع الكاكاو او الدقيق، اي ماده دهنيه عندي، عشان اتفقنا ان حضراتكم كلكم تعملوا شيء، مش لازم اقول لك صحيح حته زبده، زي ما اتفقنا احنا لينا سيستم، مش لسه ماشيين بيه بقالنا سنه، او انا بقالي معاكم سنه ولا 6 شهور وعايز اوريكم ان انا الواد الجدع بقى، الواد اللي مفيش بعد كده. لا، الحياه اللي انا بعيشها مع الناس على الهوا، ما انا المفروض يبقى عندي نقص، المفروض اقول لكم انا راجل انا عندي كذا وعندي ملايين في البنوك وعندي فيلا وعربيه وبتاع، لا لا، ما هو ده بقى عشان انا ما عنديش الحاجه دي فيبقى عندي نقص. لا، انا احب اعترف باللي انا فيه عشان تحترموني، وانا بعتز بنفسي اكتر من ملايين الدنيا، فعشان كده بقول لكم اللي انتوا بتعيشوه انا بعيشه. يجي واحد بقى يقول لي انت بتبوظ المهنه، اصل لازم زبده، اصل لازم زيت، اصل لازم مش عارف، اصل لازم النيوزيلندي، اصل لازم البلدي، اقول له اهدى اهدى، انا ليا طريقه تعامل مع السيدات، وتقريبا رد الفعل من سنين طويله يبقى زي الفل معانا. ازاي تقدري تطلعي المنتج بتاعك
قريب جدا لبره في صوره اقتصاديه جدا جدا. البسطاء يجربوا، القادرين والقادر هو الله يجربوا، كله يقدر يعمل الوصفه، ما تكونش وصفات استفزازيه. تمام، اتفقنا؟ اتفقنا. هنبدا دلوقتي، ده مروار ألمع بيه لو عندي، عندي مش عندي خلاص الولاد هيفرحوا بيه، لان احنا دلوقتي في اجازه بنروح زي ما اتفقنا هنا هنا هنا، بيخرجوا كتير الساده اللي هم ده اللي مفتحين عننا، هو اللي بيخرج وبيتفسح، مش دافر روحه في البيت زينا، ما خلاص الواحد مال بصا شغله البيت، البيت للشغل، بيلمع على الوش. قلت لكم الربع كيلو تقريبا هو اللي ب10 جنيه، انا قلت لكم كده حاجه رخيصه جدا يعني، يا الربع كيلو يا الكيلو انا مش فاكر حقيقي يعني، وممكن جيلي تلميع على البارد، بس ده بيدي طعم وبيدي شكل مميز قوي. المربى عندي ممكن تبقى مربى كريميه، الكريمه عندي اقدر اديها اي اضافات، مفيش حاجه اسمها هو بيتباع بره بياخد كذا يبقى انت لازم تعمله بيتباع كذا، لا انا اقدر ادي اللي انا عايز اديه. بيكون عندي كيس زي كده شكل في بلبلة حق، انا راجل ما عنديش الكلام ده، فببتدي اعمل ايه؟ نفس كيس ان شاء الله يكون كيس اللي هو بتاع المدارس بتاع اولادي، وابتدي ان انا احقن بيه. بس مش معقوله يعني احنا طالما غويين الشيء هننزل نجيب من المحلات بلبله زي دي هتعمل لك 10 جنيه، يعني انا كده بقى اديت سعر جامد قوي بلبله الحقن دي، وكيس من دي طب بلاش كيس المدارس، اهلا وسهلا، ونحط كيسين مزدوجين عشان نبدا نحقن بيهم الكريمه. هاخد الفاصل تكون الكيكه استوت معايا، تطلع الكيكه ما اقدرش اديها كريمه على طول هتسيح، كان اقدر اديها مربى طبعا انا مجهز هنا. هناخد الفاصل، نرجع بعد الفاصل نشوف هنعمل الفاصل. اقعد لحضرتك. اهلا بحضراتكم، قبل الفاصل طبعا انا جهزت اتنين اهوت، وهنبدا نطلع من الفرن مفيش اقل من 10 دقايق. تمام، واو، ايه الاخبار؟ تمام، ها نبص كده عليه، ما غرفوش على طول، اسيبه بس في حدود دقيقه دقيقتين براحتي، ان شاء الله اسيبه لبكره بس اغطيه، يعني لو انا هبيته اغطيه، لو انا هبيت ده ابتدي ان انا اغطيه. عايز اقدمها على الشكل ده او اقدمها على الشكل ده مفيش مشاكل، لكن اعتقد اللي هو الشكل اللي عامل بومبيه اللي هو احشي منه، بعمل ثقب كده بالسكينه وثقب بالسكينه وابتدي احشي كده. حقنتها بالشكل ده، تلاقي شويه من هنا بالاسباتول او بالسكينه واقوم واخدهم هنا بالراحه كده، وادي من هنا كده وابتدي اخد الزيادات كده اهي من غير ما بهدل الدنيا خالص. وادي المروار اهو، او جيلي تلميع او زي ما هي، لكن ده بيديها لمعه وبيحميها من انها تنشف، وبيحميها من انها تنشف، وبيديها شكل مميز شويه لاطفالنا. واو، استاذه نهاد اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. اهلا يا شيخ محمود، ازاي سعادتك يا ست الكل؟ الحمد لله، تسلم ايدك على كل الحاجه الحلوه اللي بتعملها. تسلمي لي يا عمرك يا ست الكل، تسلمي لي، الله يكرمك. بعد اذنك كنت عايز اعرف الزبده والشتاء. مدام نهاد وقت التلفزيون استاذنك، احسن عامل ايكو معايا؟ اوكي، تحت امرك. كنت عايز اعرف بس مقدار الزبده والشوكولاته اللي في المولتن. عينيا عينيا، فورا ونزل لك المقادير كمان كلها. السكر الشوكولاتة 170، الزبدة 110، السكر 100، البيض 3، فانيليا 40 جرام من الدقيق يا ست الكل. تمام، ربنا يكرمك ويحفظك يا رب. طيب زي ما انت عايز، ما اقدرش اقولك لا. المقادير هي يا ست الكل، حضرتك صوريها احسن بالموبايل. يلا يا حبيبي، هنشيل الزيادات كده اهي، ما عنديش اثبتولي بقى بطرف السكينه، اتساوت تماما اهيت.
هسكت. بصوا بس على كل حاجه، وناخد الزيادات دي نحطها هنا كده، واحط الاسبتون نضيف كده، ونقوم جايين من هنا كده حاطط المروار كده اهو. ما عنديش مروار، عندي مربى مشمش كريميه. اهلا وسهلا، انا عامل مربى حضراتكم يعني اللي عاملينها، اهلا وسهلا. وهنقوم جايين. استاذه ايه، اهلا بيكي يا استاذتنا الغاليه. اهلا وسهلا بيك محمود، ازاي سعادتك انت الست الكل؟ حضرتك عامل ايه؟ ربنا يكرمك ويبارك في عمرك. انا عاوز طريقه المشمشيه. المشمشيه المقادير الجزء عاوز يكون والايه يا ست الكل؟ الجزء عاوز يكون المشمشيه، انا مش عارفه اعملها. زوج ساعتك عايز ياكل مشمشيه؟ اه. طب ما يستنى رمضان الجاي. لا هو عايز ياكلها مشمش، انا فاضي بالمشمش. حبك المشمشيه يعني، روح حبك المشمشيه يا استاذه ايه. ماشي اهو مصمم. وعاوز طريقه المقادير اللي انت بتعملها ديت. حاضر. وبعد اذنك انا عاوز رقمك، لان في واحد دوني غلط. طب تحت امرك. لا هو ما حدش يدوي لك غلط، اكيد هو غلط والله في رقم، لانه مش رقم مركز جامد يعني، ده حد اخوكو على قد حاله، فتحت امرك. حاضر عينيا. هنبدا نجيب دي كده بعد ما بردت. اكيد طالما عملت معايا كده تسليكه بحاجه رفيعه قوي، ممكن بخله، وادي واحده وهكذا بقى. بصوا بحاجه رفيعه قوي كده. اخر البرنامج ان شاء الله استاذتنا الغاليه هنزلك المقادير وهكذا. بصوا الاسبونش، عايزكم تشوفوا اللي يجي معايا على الكاميرا كده، شايفين الطراوه اللي فيه؟ بصوا الطراوه اللي فيه، ها خلاص شايفين الكيكه عامله ازاي؟ ده اللي انا عايز اقول لكم عليه. وبعدين وبعدين يا شفنا، وبعدين وبعدين يبقى كده احنا عملنا. وبصوا الكريمه لسه عندي كميه كريمه، عندي كميه كيك هنا هي كبيره يعني، عايز اللي يقعد بقى يسوي. وعندي كميه كريمه ومربى بس على مهله. طبعا لما بيبقى السيدات مع بعضهم بيقدروا ان هم، دي هنا سخنه لسه اقدر احط فيها مربى بس. تعالي لي من هنا كده اهي، مربى مشمش، مربى فراوله، مربى تين، وادي كده حاجه بسيطه كده وكده عشان ما تطقش وتضرب من بره. وادي كده. طب انت يا شيف محمود انت حشيت يا راجل؟ انت حشي. اه نشوفها دلوقتي. وادي كده بالفرشه بتاعتنا، ونيجي كده وخلاص عرفنا القصه ايه. بنغير الكيس بعد ما بخلص كريمه كله، لان انا مش عندي بلبلتين وعندي كيسين، انا راجل امكانياتي قليله شويه. فابتدي ان انا احط المربى بعد كده، واهوت نيجي نقطعها كده اهي. الزهر ها اهي. طب وليه انا تعب روحي ليه كده؟ وانا ليه بتعب؟ هو ليه كده ساعات كده؟ ها كده بقى براحتك هاته. تمام براحتكم خالص. وقلنا الحشوه اللي انتوا عاملينها، تعالوا بقى بينا كده بقى نشوف مع بعض واحده واحده كده وعلى مهلنا خالص. عايز اوريكم الكميه، الكريمه اهي والله كميه قليله قوي اللي ضاربها، لا تحسبوا ان انا ضارب كميه كبيره اهي. وادي ليه؟ لان انا بحط ما فيش حاجه بسيطه، حاجه بسيطه. كون عندي الاسبتول كده، وادي المروره اهوت، وادي مربة الفراوله، واحده واحده على مهلنا. الساده اللي لسه جايين او الموظفين او اللي ما حضروش معايا الحلقه من اولها، نركز مع بعض كده ونشوف عملنا ايه. اول حاجه عملنا المولتون، طبعا ده نبقى نحشيه ونتسلى فيه على مهلنا كده خالص خالص، بس نحطه هنا كده في العرض بتاعنا. عايز احشي ايس كريم، احشي ايس كريم. جبنا 170 جرام شوكولاته خام، وجبنا 110 زبده، 110 زبده يعني في حدود نص كوبايه، 170 شوكولاته هيكون في حدود كوبايه. سيحنا الشوكولاته على حمام ميه، سيحنا الزبده في اي حاجه عندك، قلبتهم على بعض. جبت 3 بيض عليهم 100 جرام سكر بودر يعني نص
ونص كوبايه السكر بودره غير الخرز على فكره في الكوبايه، يعني ممكن تلت كوبايه يعمل لي 100 جرام سكر بودره. ما انا بتعب في موضوع الكوبايه والله. ورشه فانيليا، ضربت البيض على السكر والبودره على الفانيليا، ضفت عليهم الشوكولاته والزبده، حطيت 50 جرام 40 جرام من الدقيق اللي هم معلقتين كبار، ربع معلقه صغيره من القرفه، لديت بيكنج باودر ولا ماده رفع خالص. قلبت. ضروري جدا الفويل اللي انا اشتغلت فيه دوت ان انا احط عليه ادهنه زبده او اي ماده دهنيه واديله كاكاو او دقيق. ابتدي اصب ثلاث ارباع القارب او نصه، يخش الفرن 180 درجه مئويه 10 دقائق بالظبط، لان كان هيخدعني وكان هيستوي مني. لولا قلت لا ركز معايا، بيني وبين نفسي قلت ركز معايا ما تخليش الكيكه تدوس على الصنف دوت. وابتديت ان انا فعلا اركز معاه، طلع من الفرن، ابتدينا نقلبه، الشوكولاته بتنزل زي الفولكانو بالشكل ده اللي حضراتكم شايفينه، معاه بوله الايس كريم ولا اي فندق معاك. تمام. يبقى احنا ما نزودش، لان انا لو زودت السوى ايه اللي بيجرى؟ بالظبط كده، برافو عليك، هو ده اللي انا عايز اقوله. اول ما انا بزود السوى عندي بيستوي من جوه وتطلع كانها كيكه عاديه خالص، وما بتبقاش كيكه ظريفه ابدا، لان الشوكولاته بتستوي من جوه فما بتبقاش يعني عاطفيه قوي. ده بالنسبه للمرت. بالنسبه للكيك بتاعنا ممكن اعمله بطريقتين. ممكن الطريقه الاولانيه اللي هي خمسه ست حاجات، خمسه بيض، ودي مقادير سبونش تورته للاخت اللي عندها عيد ميلاد وعايزه تعمله لابنها. خمسه بيض، ربع معلقه صغيره من الفانيليا، 50 جرام من الدقيق يعني ربع كوبايه دقيق، معلقتين كبار من الميه، معلقه صغيره من المحسن، 140 جرام سكر يعني 3 ارباع كوبايه سكر. هنضرب الكلام ده كله هيعلى، والسر هنا هو في المحسن جل. محسن جل. بعد كده بيكون عندي 180 جرام من الدقيق يعني كوبايتين كوبايه الا معلقه كبيره، عليهم نص معلقه صغيره بيكنج باودر، عليهم معلقتين كبار من الميه. بعد ما الخليط يعلى بهدي السرعه وانزل بالدقيق والميه والبيكنج باودر، ممكن اعلي السرعه ما فيش اي مشاكل، كيس يكون نظيف او اللي انا وريته لكم الكيس بتاع الحلواني، وابدا ادهن. ما عنديش القالب ده، و70% ما عندوش القالب دوت، ببتدي ان انا اجيب الفويل. كانت مدام امل الست ام ايه عملت الموضوع ده قبل كده، بجيب الفويل وابتدي ادهنه زبدة او زيت ودقيق، وابتدي اصب نص القالب لانه هيملى لي القالب، خش الفرن درجة حرارة 180، يخش القالب دوت الفويل على صينية، هيطلع من الفرن. لو مربى اقدر احشي على طول لو مستعجل، لو كريمة لازم اخليه يبرد الاول وابتدي اعمل له ثقب بالسكينة الرفيعة وابتدي احشيه من تحت. اديله اي حاجة على الوش، مربى مشمش، مربى فراولة، ممكن اديله روزيتة كريمة، يعني ابدعوا ابدعوا، مفيش حاجة اسمها قاعدة ثابتة. زي ما قلت لكم الشيف اللي واقف على الهواء اتكلم مع الشيف محمود عطية، ما بيخترقش الذرة ولا هو راجل قانون. زي ما قلت لكم المواضيع سهلة جدا، ابدعوا.